جامعة قطر أنشأت لأجل خدمة المجتمع وتطويره، وبالتالي كانت شريك منذ البداية في تطوير أفراد المجتمع ليكونوا فعالين في ذات المجتمع. لما المجتمع يواجه مشكلة والمجتمع محتاج الحلول لهذه المشكلة، المجتمع يذهب إلى العقول، يذهب إلى العلماء، يذهب إلى الناس الذين لديهم القدرة على حل هذه المشكلة. المكان الوحيد اللي تستطيع أن تجد فيه كل هؤلاء العقول، كل هؤلاء العلماء متجمعين في مكان واحد هو الجامعة، ولذلك المجتمع ينظر إلى جامعة قطر كشريك رئيسي في عملية التنمية والتطوير. أهم ركيزة في تنمية العنصر البشري هو التعليم والتطوير، فمؤسسات التعليم العالي بشكل عام وجامعة قطر بما أنها الجامعة الوطنية الأم تعتبر الرافد الحقيقي للمجتمع بتخريج قيادات لاستمرار العطاء والبناء والنهضة في دولة قطر. من ركائز رؤية قطر 2030 تطوير المجال الصحي والرعاية الصحية، احنا كأطباء مستقبل بإذن الله راح تكون علينا مسؤولية في ان نشارك في نهضة الدولة. رؤية قطر 2030 تحث على ان تكون كوادر قطرية على اعلى مستوى من حيث الصحة والتربية، وهاي الشيء احنا اللي قاعد نسويه. التعليم هو أهم الركائز اللي يمكن تبني فيها دولة قطر وتبني فيها هذه الكوادر وتؤكد تكريس هذه المهمة في الأجيال القادمة. إحنا جيل المستقبل، كل شخص فينا مسؤول بأنه يكون عضو فعال في نهضة قطر ويحقق رؤية 2030. أنا قاعد أخدم الوطن بطريقة غير مباشرة، ليش؟ لأني أنا قاعد أتهيأ وأنا قاعد أطور من نفسي علشان بكرة أكون جاهز أني أنا أخدم البلد. دائماً هناك نقطة بداية لكل انطلاق، وهناك خطوة أولى لكل نجاح. دائماً هناك صعوبات وتعثرات، لا يوجد طريق سهل ولا مشوار دون عقبات، ولكن عندما نتمسك بأحلامنا ونصر على تحقيقها متحدين كل الصعوبات سنصل يوماً ما إلى النجاح، وسنتذوق حلاوة الوصول بعد الجد والاجتهاد، وحينها سنبتسم وستبتسم الحياة. وسنقف ذات يوم أمام باب الجامعة ونحن ننظر لأبنائنا وهم يدخلون نفس الباب ويحاولون تحقيق أحلامهم.